ما فينا نقرا هالمرحله اللي مرت من عمر سوريا الحديثي والمنطقه برمتها بمعزل عن الشيء اللي متقدمه الفسيفساء العقائدي بعمليه البناء والتحرير، لانه فيه ناس بتحرر وفيه ناس بتعمر وفيه ناس والعياذ بالله مثل الغرب، وقت قالوا له العمى بعيونك العمى ولك لشو ما تسرق الصابون وهند أبتأكله ولا بتغسل فيه، قام رد عليهن وقلين الأذى طبع يلا تنقرقيع. مشي نجح ثورة الملالة بإيران، قرر الخميني يفتح طريق القدس، وقال طريق القدس يمر من كربلاء. وبعد ما حس الخميني إنه استمرار الحرب راح يخلي صدام يمرر طريق القدس من قلب طهران، وقع على إنهاء الحرب المباشرة وانتقل لبث القلاقل والنعرات بالعراق تحت شعار ماكو ولي إلا علي والريد حاكم جعفري. وبعد مرور سنوات إجت أمريكا الشيطان الأكبر وفق البروباغندا الإيراني وأزال صدام حسين وجابت حاكم جعفري، وكانت النتيجة مبهرة. لا تقول لي رئيس وزراء عراقي ورئيس وزراء شيعي مدري شنو، هاي كلها ما يسرونها بزبانة. أجيك من الأخير، إذا ما يوافق عليها الفقيه سلام الله عليه لين صار بمكان علي بن أبي طالب، الفقيه هسه صار بمكان علي بن أبي طالب، إذا قال الفقيه قال العالم. إحنا طقنا جوع تأذينا، تعرف شنو تأذينا لو ما تعرفون؟ هذا مصير العراق كله مرتبط بإيران، يعني إيران صارت ما أعرف شنو، الصمام الرئيسي للحثالة قاعدة بالخضراء تعرف شنو، صدام أشرف منهم، الخميني ما أعرف شنو، هي هاي شوف هاي ذلتنا بسبب الخميني. فهاي الشغلة مفرمكة، هاي خطة إيرانية بالدرجة الأولى شيعية بالدرجة الثانية. لا 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 لا، بعتقد هي حالي فردي نتيجة ضغوط اقتصادية شخصية. بعدين شو المصاعب الاقتصادية قدام نعمة كبيرة للعراق الحديث بأنه الخميني مرقوا لطريق القدس من عندي؟ هلق ايه الوضع بالعراق؟ يمكن ما كتير كيس، بس ما لهالدرجة الكارثية. اكيد هالمقطع مثبرة او متفعل من قبل الحريري. ولك لمين بيطلع غير لبي؟ بيروت بداية التسعينات شبيهة بستالينغراد بعد الحرب العالمية الثانية، وبين الألغام المزروعة بدأ الرئيس الشهيد رفيق الحريري تحدي العمران والبناء، كسر الممنوع وواجه شهوة زعماء الحرب، وبسرعة رجعت بيروت عروسة الشرق وأيقونة الفرح. إعادة إعمار وسط بيروت، بنى تحتية على امتداد الجمهورية، مطار دولي، مستشفى جامعي وجامعة لبنانية ومدينة رياضية، والإنجازات ما توقفت. وتحول لبنان خلال فترة حكم الرئيس الحريري إلى ورشة عمل اقتصادية وإنمائية وتحويلات مالية، ورجع النبض للعاصمة. هلق بيقولوا كل شيء بوقته حلو، والحريري الأب صح جعل بيروت عروس الشرق، بس بغير وقته. الوقت وقت المقاومة والممانعة، وطريق القدس يمر من بيروت، لهيك يا كان لزاما على سيد المقاومة الانقضاض على الحريري وتفجير مشروعه وإخضاع بيروت لسلطة الولي الفقيه. المنظر عادي جدا بهالمرحلة، جنود السيد حسن لاحقين تكويعات طريق القدس من بيروت للقصير لحلب ولكل حقل اليمن، ويا الشحارين البندقي بإيد وإكسير الكيف والسعادي الكبتاجون بالإيد الثاني، بس الإعلام المشبوه متحطط على شوفيرية خط القدس الإيراني السيد حسن والرئيس بشار، وخصوصي هالمندزغ السن عبود.
عدد السكان 22 مليون بني آدم. ميناء في سوريا يعني دخله السنوي يعادل دخل سوبر ماركت بدبي من الطبقة الدرجة المتوسطة. معقول هذا الكلام؟ ميناء بسوريا دخل قد سوبر ماركت متوسط بدبي؟ العمى امتى هالخاين قالوا له الحكي اللي أكبر من راسه؟ من 2010. من 2010 وما لقى إلا يحكي عن الميناء والساحل هو معقل الأسد وجنود الأسي. بالله هذا من يوم يومه مين مسمى بالرحمن. بس على الهامش بيني وبينكي يا المشكلة معناها بالمينا، يا المشكلة بهالكر ابن الكرارة يلي ما يدوله للمينا. قردولا بسم الله من الشيطان الرجيم. بالله القيادة الحكيمي مع حق تمنعنا من مشاهدة قنوات الفتنة. عكلين الحكي سهل كتير يا غسان عبو. إذا عندك سر الشجاعة هاي قدام المشاهدين، جيب هند تحط مشاريعك ونحن بنحط مشاريعنا. وبحضور بشار أسد ومحافظ إدلب في المنفى وبقية أعضاء وقيادات حزب البعث الطائفي، تدشين صنبور ماء أو حنفية في بلدة التح جنوب إدلب. مجموعة موانئ أبو ظبي ومجموعة غسان عبود التي تتخذ الإمارات مقر لأعمالها أعلنتا عن إطلاق مشروع المركز الإقليمي للسيارات في كيزاد بأبو ظبي كأحد أكبر المراكز الإقليمية في العالم لتصدير السيارات وتوزيعها وكافة الخدمات اللوجستية المتعلقة بها. لك يخرب بيتك نفضحتونا، لساتكن بعصر الحنفي؟ لك بدنا غيره، بدنا حضارة تكنولوجيا أثبتي. حتى نشوف أنتو إياه. بحضور محافظ مدينة طرطوس وقائد الشرطة تم تدشين صرافاً آلياً في المدينة ترتبط فيه القوة المفتتحة بخط شبكة المصرف العقاري. وضعت مجموعة غسان عبود وموانئ أبو ظبي حجر الأساس لإنشاء المركز الإقليمي للأغذية في أبو ظبي. إن العمل في المركز الغذائي الذي بدأ عام 2019 سيوفر ما يقرب من 20,000 فرصة عمل على مدى السنوات الخمس المقبلة. يا عفو الله 20,000 فرصة عمل؟ لا لازم تصلوا لبشار 22 سنة ما يحكم دولة بحجم سوريا ما كل لي كل مشاريع وصفتها العدا. بس السؤال شو ما تقدم لسوريا بهالأزمة؟ حيث نسعى لتأمين احتياجات الشهرية لمراجعي الأمراض المزمنة والذين يتجاوز عددهم 1200 مريض شهريا، ونقوم بصرف أكثر من 5,000 وصفة طبية شهريا. قمنا نحن مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية بالانتهاء من مشروع ترميم مخيم سيف الله في منطقة أرمناز. في المجمع أورينت الطبي العلاج مجاني وأجهزة متطورة وأجهزة حديثة. جينا على المخبر وعنده الحمد لله يعني كافة التحاليل ومجانية. والحمد لله رب العالمين تم الاستجابة من فريق الاستجابة السريعة لمؤسسة أورينت وتم استبدال معظم الخيم. أيلي مشاريع خيرية لأعداء القيادة الحكيمي يلي بيعيشوا بسوريا الغير مفيدي. لك هذا بدل أبد شكل لك شي مجموعة تقاتل في سبيل قائد الوطن، أو بتشارك بمشروع ليرتنا عزتنا، أو تسخر الأورينت لصد المؤامرة الكونية على قائد الوطن. قائد الوطن يلي بعت لك من طرف رامي مخلوف من 2009 تيساعدك بتحمل أعباء القناة المالية مقابل عرض رائع. لا تزال عندي العقود اللي صار طبعا على بدا أكثر من شهور. الرجل ما بده شيء، بده 92.5% وابقى يبقى لي 7.5% ومجانا، وانا كمان بدي ديره. تخيل يعني مجانا ما بده شيء، ما بيدفع شيء، مقابل ذلك بكون عضو في جمع. هذا شو هذا؟ شام القابضه. شو هي شام القابضه؟ هي شركه وهميه ما فيها شيء يعني. بهاي الفتره والله ما بخبي عليكم صرت اخذ حبوب ضغط. يرخي لك 7.5%. بما انك حكيت بدي اقول لك سر. الرئيس بشار استجب بعد 12 سنة وكعروا لرامي بعد ما اكتشف انه رامي ما يبدد اموال مزرعة الاسد المبارك، وعطاك 7.5% دفع وحدي، وما ترك لقائد الوطن يلي اما ينام الليل للزود عن الوطن الا 92.5%. والله كان قرار حكيم. ولك رغم سنوات الحرب الرئيس بشار لساته ما يعمل بنية تحتية للاستثمار بنفس الجودة. بحضور بشار أسد أو صورته وعضو القيادة المركزية لحزب البعث الطائفي ومحافظ إدلب في المنفى، تدشين قاطع كهرباء في بلدة أبو ظهور شرق إدلب. أوف له القهرة. ولك كيفك له المندس غسان عبو؟ مرزوق وأفه إلا ما يفتح مشاريع واستثمارات جديدة. ولك لحق لبلجيكا وأستراليا. والمقاوم الأول
يلي طريق القدس بسوريا هاد حيلو، تنهار ليرتو وبطول الطوابير بشوارع مزرعتو، ولكو مصريات اللي ببنوك لبنان وروسيا بيطرني، ولكو فوق همو لسه الإعلام المشبوه والمغريض بيضل بيجيب سيرتو بالعاطي. الله شفت القدس والأقصى المبارك حتى بالصورة بتشرح القلب، بس أبعرف ليشو الطريق للقدس؟ كله خراب ودمار وحروب ومشلحين وعرص، وفوق هيك يا تنطفى الكهرباء بكل بلد بيمر منه طريق القدس. بالله صار بدي شفطة متين.